تعالوا نروح لخبر تاني. والسلطات الفرنسية تداهم مركز شيعي شمال البلاد وتجامد أصول وزارة الاستخبارات الإيرانية. نفذت الشرطة الفرنسية يوم الثلاثاء 12 عملية في إطار التصدي للإرهاب، واستهدفت مركز الزهراء في فرنسا الشيعي ومسؤولي كلهم في بلدة سان جران شمال البلاد، وأوقفت 11 شخص أبقى ثلاثة منهم محتجزين قيد التحقيق. وكمان أعلنت السلطات المالية الفرنسية تجميد أصول إدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة 6 شهور. نفذت السلطات الفرنسية يوم الثلاثاء كمان عملية أمنية استهدفت هذا المركز، وطبعا تم التحقيق أو بيتم التحقيق في هذه الواقعة، في طبعا هذا الأمر اللي بيزيد من تعقيد العلاقات بين فرنسا وإيران.